اهلا بكل حضراتكم مره تانية. عايزين نقول لكم ان مصر غنيه بالفعل بكل مواردها وابطالها وثقافتها. مصر فيها ثروه عظيمه جدا من الاطفال ومن الشباب، وعشان كده زي ما في اتحادات بتهتم بتنميه المهارات الرياضيه للمنافسات في المحافل الكبرى في كل مكان في العالم، كمان في اتحادات بتهتم بتنميه المهارات الثقافيه. يعني ايه؟ يعني ثقافه الرياضه، ثقافه حب الوطن، ثقافه نبذ التعصب، ثقافه المنافسه الشريفه. وطبعا احسن حد يكلمنا عن كل التفاصيل دي كلها هو استاذ اشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافه الرياضيه اللي منور لنا الدنيا في الاستوديو. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل يا استاذ نواند، وصباح الفل لكل عشاق الرياضه بكل انتماءاتهم من النادي الاهلي. صباح الفل، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اشرف. المسمى ده جديد حتى عليا انا شخصيا من الحقيقه، اتحاد الثقافه الرياضيه، فاكيد حابين نعرف من حضرتك في بدايه اللقاء ايه تفاصيله. باختصار شديد، هو بدأت الثقافة الرياضية في جمهورية مصر العربية عام 2004 في صورة جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. أثبتت وجودها، وكان الاسم زي ما حضرتك وقتها زي ما حضرتك بتفضلت إنه إيه جديد. طبعًا كل مصر يعني حضرتك كمواطن عادي أو كمشجع للرياضة تعرف تعبير ثقافة رياضية. كلمة تعبير ثقافة رياضية، يعني ده عنده ثقافة، الاتحاد الرياضة دي ثقافة، لكن ما هيش محطوطة في إطار تنظيمي كاتحاد. فوجئنا ان اللجنه الاولمبيه الدوليه عندها نشاط للثقافه الرياضيه متخصص وموجود وبتعمل كل 4 سنوات. حضرتك تسمع عن الدوره الاولمبيه، مش بس دوره اولمبيه، لا بيعمل نشاط موازي ثقافي، سواء من خلال معرض بيتم بالتوازي مع فتره الاولمبياد في اي دوله بتستضيف اولمبياد، او قبلها لكل دول العالم بيبعت مسابقه ثقافيه عن طريق اللجان الاولمبيه تعمل هذه المسابقه مع اطفال المدارس، مع الشباب، مع الفنانين المحترفين في النحت والرسم و وبتقول لهم اعملوا لي الحاجات دي من خلال رؤيتكم للرياضه تسامح، الرياضه اخلاق، الرياضه تعاون، الرياضه عمل جماعي. شوف المصطلحات اللي اللجنه الاولمبيه عايزه ترسخها، ناخد دي لوحدها ونطلعها بره الرياضه. العمل الجماعي، لو حضرتك والاستاذ نهاوند ما بتتعاملوش مع الكاست اللي معاكوا عمل جماعي هينجح البرنامج؟ لا اكيد بالتاكيد، لو كل واحد غرد لوحده مفيش. صحيح. اللعيبه جوه الملعب ال11 بتوع الكوره، لو كل واحد اشتغل على نفسه وعلى مهارته الفريق هينجح. الجول احنا بنقول ايه؟ الجول بيحرز من لاعب، لكن يصنع من حارس المرمى مرورا بال10 او 9 التانيين ويضاف اليهم اللي جاب الجول. اخر قدم لمست مش هي اللي جايب الجول، الفريق كله هو اللي جايب الجول. عشان كده تلاقي حضرتك في دول اوروبا الثقافه بتاعت اللعيب بعد ما بيجيب الجول يجري للي عامل له الاسيست يشكره. صحيح، وساعات كتير يشاور عليه بيديله كده، اللي هو انت انت طبعا. انت انت دي بيقول للجمهور مش انا، انا جبت الجول لكن اللي عملها لي بفكر وبتاع فلان. ثم تلاقي جاي المدافع من اقصى المرمى ورا كده جاي يحضن وبتاع، لانه الشريك اساسي، ما هو اللي بنى الهجمه طبعا. هو اللي وصلها للي عمل السروب. وهلم جر فكره العمل الجماعي دي بتنعكس على المجتمع. لو المجتمع بتاعنا ما كانش عندنا عمل جماعي مش هتنمو الاقتصاد ولا هي ثقافه. فعلا محتاجين ان احنا نرسخها اكتر. متفق مع حضرتك. طب حضرتك ماشيه بالسياره في الشارع وحد يعني عايز يمشي قدامك، انت منفعله هو منفعل، لو هو شاور لك انا اسف ههدى هتهدي. صح. فدي التسامح، يبقى الرياضه هي بوابه التسامح المجتمعي. يعني الشق الاخلاقي بيتم تعديله من خلال نشاطات الاتحاد او تهذيب بالظبط. يعني لو بالزبط. لو جازت التسميه في 2011 مارس 2011 مصر ما كانش في حد بيعمل فيها اي حاجه. المهندس حسن صقر، لازم اذكره بالاسم، رئيس المجلس القومي للرياضه وقتها، ربنا يصبحه بكل خير، قال لا الثقافه الرياضيه دي مش مهمه التضامن الاجتماعي، دي مهمه وزاره الرياضه او المجلس القومي للرياضه وقتها. فتحول الى اتحاد رياضي. فوجئنا ان ما كناش نعرف زي حضرتك بالظبط كده ان في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للثقافه الرياضيه ومقره الدنمارك، ومتاسس قبلنا ب6 سنين. فكان لينا قصب السابقه على المستوى المحلي والعربي والافريقي، لان الاتحاد الدولي كلفنا بنشر هذه الفكره في الوطن العربي وافريقيا. والحمد لله رب العالمين 2016 استضفنا عند الاقصر وليها دلاله طبعا الحضاره والتاريخ. وبالمناسبه يعني تشرفنا في الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه باصدار كتاب المصريون والرياضه، الفلسفه، الابتكار، الممارسه. ده في العصر الحديث ولا قديما من قدماء المصريين؟ من قدماء المصريين. جميل. تخيل حضرتك ان اكثر من اخترعوا اكثر من 35 لعبه رياضيه في البرنامج الاولمبي لغايه الان، حوالي 22 لعبه اولمبيه اللي مخترعها الفرعون المصري القديم. يمكن الدكتور زي حواس كان معانا في اول حلقه وقال فعلا الكلام ده، انا متذكر شفتها الحلقه دي. وكان ليا الشرف ان هذا الكتاب علق عليه الدكتور زي حواس،
وكتب عنه الاستاذ عزت السعداني في الاهرام من حوالي فتره قريبه رغم انه صادر من كذا سنه، صادر في 2010. كنا عايزين نوصل ايه؟ ان الرياضه مش ترفيه يا استاذ كريم. يعني السني والمد بتاع زمان يا استاذ نهواند وانت في المدرسه وصغيره كده الصبح طابور الصباح سني ومد وضغط ومش عارف ايه، الرياضه مش دي، الرياضه فلسفه، الرياضه فكره، الرياضه ابتكار، الرياضه ممارسه. انت النهارده الرئيس من فتره حوالي سنتين في مؤتمر الشباب تحدث عن السنه المفرطه لدى الجيل الصغير وطالب بان الرياضه تبقى ماده اساسيه في المدارس. صح، لو مارسنا الرياضه من سن الصغر مش هنقول اللي قاله المهاتما غاندي، قال ايه؟ هجرت الرياضه في شبابي فهجرتني في شيخوختي. اللي بيلعب رياضه وهو صغير مهما وزنه زاد مهما بتاعه في الكبر يعني بتلاقي برضه يعني لسه عضلاته وعظمه قادر يشيله. فدي الفكره بتاعت الثقافه الرياضيه، نمارس رياضه بس احترم. يعني انا بسمع حضرتك مثلا من زمان في كذا وسيله اعلاميه، تمام؟ حضرتك سبت الوسيله دي وجيت الوسيله دي، بقيت عدوه؟ لا طب اكيد لا، نذكرها بالفضل والتقدير والاحترام. زميلي اللي بينافسني وبيقدم نفس الفكره في نفس التوقيت بكل الاحترام وكل التوقير طبعا. واتنافس انا وهو على من يجذب اكبر قدر من المشاهدين للمتابعه، ومن يستطيع ان الوعاء اللي هنا الثقافي مين يملاه اكتر، مين اللي يوصل معلومات بس اكتر. بس دي بقى ثقافه الاختلاف استاذ اشرف لو تسمح لي هنا، لان ثقافه الاختلاف مش موجوده الى حد ما بشكل كبير عندنا. مزبوط. سواء على المستوى الرياضي او على المستوى العام، احنا دايما او مش دايما، خليني اقول برضو البعض مننا عنده هذه الثقافه ان انا شايفه مثلا في منافس ليا فانا لازم اقلل من هذا المنافس علشان احس ان انا احسن، على الرغم من ان الشخص اللي شايف نفسه حاجه كبيره لا يقلل من منافس او من ده بالعكس. يعني هي دي النقطه. صح. ثقافه الاختلاف اعتقد هي محتاجه تعمم، يعني جزء من قيم الثقافه الرياضيه اللي بنحاول ننشرها ثقافه الاختلاف. يعني انا مختلف مثلا مع فلان الفلاني، هجيب الامام الشافعي قال ليه عشان اوريك ان الحكايه مش رياضه ولا ثقافه بمفردها. على فكره مفرد ثقافه ده هتلاقيه في القاموس بتاع اللغه مش موجود غير ثقافه. انما انا بتكلم الامام الشافعي اختلف مع تلميذه النجيب اسمه يوسف فانقطع عن الدرس. فين يوسف ما بيجيش؟ فين يوسف ما بيجيش؟ فالراجل هيقول لك انا الامام ويروح في داهيه؟ لا، راح واخد بعضه ورايح، طرق الباب طلعت زوجة يوسف ده فاندهشت، الامام الكبير جاي، فيا يوسف يا يوسف الامام الشافعي. طلع قال له يا يوسف لا تحرق السفن فربما تحتاجها للعودة. صحيح. لا تحرق الجسور الكبري اللي بربط بين ده اللي قد تحتاجها للعودة. نختلف في مسألة وتجمعنا مسائل. صح. خلي المسائل اللي بتجمعنا هي اللي باقية، المسألة واحدة خلاص اركنها على جنب. وبعدين انتقد القول ولا تنتقد القائل. كريم كوجك كذا كذا كذا، انا ماليش دخل بكريم كوجك كذا كذا. لا ليه؟ كريم قال ايه؟ ده عندنا الاساس. احنا عندنا بقى الاساس، احنا نمسك في الشخص ومش مهم هو قال ايه. لا ده الشخص وعامه الشخص وخلف الشخص واللي جابه الشخص، يعني الموضوع من يوم ما ابتلينا بالترند. من يوم ما ابتلينا في مجتمعنا بوسائل التواصل الاجتماعي. أيوة الله، كل واحد افتقد القيم. ان انا بكتب ما عنا ليه دون ان ده صح غلط. يا سيدي كريم قال ايه؟ قال انه نهر النيل يتسع مثلا 2 كيلو. لا يا استاذ كريم، الخطا مش 2 كيلو، ده 2 كيلو وربع، 2 كيلو الا ربع. انما مش شوف فلان الفلاني اللي هو الشخص كذا وكذا وكذا وكذا، ده في حين ان اللي قاله يحتمل الصواب او الخطا، أو الخطأ. ربما يقول حاجه تانية لا تحتمل الصواب او الخطا، وربما هي فقط راي اخر. صحيح. فانا مش معنى ان الاخر مختلف عني في الراي يبقى لازم هذا يبقى عدو او يبقى جاهل او اقلل من شخصيته. عارف حضرتك المشكله في ايه؟ وانا طبعا متفق مليون في الميه مع حضرتك في تفصيله ان وسائل التواصل الاجتماعي بقت سبب رئيسي لان احنا نشوف سجالات مش راقيه. بالزبط. ده اقل وصف ليها. المشكله ان ده بياخد الهويه بتاعتنا وبيروح لبعيد. احنا طول عمرنا كشعب مصري كامل بغض النظر بقى عن اللي بيمارس رياضه مش بيمارس رياضه، طول عمرنا المصريين مميزين عالميا بمجموعه من الخصال والطباع اللي والقيم. بتميزنا. نعم. ومحبوبين من خلالها على مستوى العالم كله. صحيح. مشكله كبيره لو ده اتغير، مشكله كبيره لو ده اتهز. فبقينا نشوف ناس مش بتحترم وجهات النظر يعني المختلفه معاك. انا هاخد من كلامك وهرمي على المجتمع، يعني هعمل دلالات من المجتمع. في ازمه مكتومة على التواصل الاجتماعي بين مصر والكويت. الدولة المصرية والدولة الكويتية الرقي. صحيح. في الحوار على أعلى مستوى. صحيح. بتوع التواصل الاجتماعي أكنهم هم آلهة الحرب في هذا الزمان. اضرب اعمل يا ابني افهم، العلاقات بين الدول مش كده. صحيح. طلع صوت كويتي
راقي لرجل قال اللي انت قلته بالظبط. قال انا عشت ايام الازمه سنه كامله في مصر، كل ما حد يعرف ان انا كويتي كان بيتعامل معايا بطريقه اكثر من راقيه، ولما جينا ماشيين عملوا لي زفه في الشارع ان انا راجع بلدي. ده اللي افتقدناه في مصر. صحيح. انا بطلت اللي حضرتك قلته كله. خليني بقى اروح مع حضرتك لدور الاتحاد في مراكز الشباب. جميل. يعني اعتقد مراكز الشباب ده ملف برضو في غايه الاهميه. طبعا احنا من فضل الله علينا ان مجموعه الوزراء مع اللي جم بعد المهندس حسن الصقر، سواء الدكتور عماد البناني او الفتره القصيره اللي كان فيها الاستاذ مدحت البلتاجي او الاستاذ العمري فاروق او الكابتن طاهر ابو زيد او المهندس خالد عبد العزيز وحاليا الدكتور اشرف صبحي، بفضل الله علينا كلهم كانوا معانا من النبته من الاولى وعارفين المفهوم ده. دكتور اشرف صبحي قال ان احنا عايزين مراكز الشباب ليها دوري كوره، مش عايزينه يبقى كوره بس، لان الكوره كام واحد؟ الفرقه كلها بالجهاز الفني 30 واحد. صحيح. طب بقيه مركز الشباب ده هنعمل معاه ايه؟ فعايزين ننقل النشاط الثقافي ليهم، فعملنا حاجتين جميلتين يعني بصراحه. عملنا في الجامعات حاجه اسمها الملعب الكبير، مش عارف سنكم صغير شويه بس حصلته الاستاذ علي فايز زغلول. لا انا سني صغير هو سنه. حصلت علي فايز زغلول الله يرحمه استاذ علي فايز زغلول. انا كبيره وحاضر كل اللي بتتكلم عليه، ما تشيلش هم انا في الجزء التاريخي. كان في الاستاذ علي فايز زغلول اذاعي القدير الله يرحمه، كان بيعمل برنامج مسرح المنوعات، احنا حكينا كان رائع طبعا، رائع وكله ثقافه وفن وابداع، وطلبت الجامعات في منافسات شريفه وحاجه رائعه. عملنا ده يا استاذ كريم بمفهوم 2020، يعني بدل ما كان بيجيب 2-3 ممثلين يعملوا مشهد تمثيلي والغلط فين واللي يكسب 75 قرش ومش عارف ايه. لا عملناه في فيلم سينمائي، الافلام اللي هي بتاعه الطلبه اللي بيتخرجوا، مشاريع التخرج. مشاريع التخرج ده بيبقى 7 دقائق 6 دقائق، ممثلين كبار سواء استاذ سامح السريتي استاذ عبد الرحمن ابو زهره، اسماء كبيره عامله الافلام دي. فبنعرض الفيلم، فالولد بيتفرج بتقنيات 2020، وبعدين نقول له نوقف الفيلم عند حتى ايه القصه اللي هتحصل، ايه نفس الفكره بس السينما. وبنعمل فريقين ثقافه، الفارق عندنا ان الفريقين بيفوزوا، يعني الاول ياخد 1500 جنيه الثاني ياخد 750 جنيه نص الجائزه. فبالتالي بنقول الكل فائز. بتشوف مباراه بين طلب الطب مع زراعه مع تربيه رياضيه مع تجاره، هذا الكوكتيل. وبعدين بنعمل المواهب بيطلع ده على مستوى الجامعات. على مستوى مراكز الشباب عملنا حاجه اسمها دوري مراكز الشباب للثقافه الرياضيه، كل مركز شباب على مستوى الجمهوريه بيشارك قاعديا الاول، يعني سي اسوان يعملوا المراكز الشباب كلهم، نعمل لهم بتوع اسوان بس، واخد اول 5 مراكز اللي واخدين الاول المراكز الخمسه الاولى على مستوى محافظه اسوان، اصفي بيهم مع انا الاقصر البحر الاحمر ومعايا اسوان، يبقى 4 محافظات في 25 مركز، يطلع منهم 5. اكون انا عملت ده في شمال الصعيد في وسط الصعيد في الدلتا في القاهره الكبرى، لغايه ما اوصل حضرتك ل 32 فريق يعادل ال 32 فريق بتوع الكوره، ونمشي كده مع بعض، هو يلعب كوره وانا اروح اجمع بتوع الثقافه اعمل بيهم المباراه الثقافيه، ينتهي ده نعمل في مسرح الوزاره الفاينل ونعرض على كل الحضور ايه اللي حصل في المشوار ده كله. وشفنا حاجات، شفنا طلبه تفرح. طبعًا. اللي حضرتك كنت بتدور عليه من شويه وبتتكلم ان احنا جاب عند لا 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 محدش يعرف عنها حاجه، في مواهب طبعا. يعني انا بسال الواحد سؤال يبقى بصراحه صعب قوي كده. فبساله مثلا اقول له انت خريج ايه او دارس ايه وبتاع، لا علاقه له بالاجابه السؤال. طب ده جابها منين؟ لان لا زال المجتمع المصري الاصيل الريفي اللي بعيد عن زخارف المدينه لسه بيقرا لسه الكتاب. على فكره المعلومات اللي على جوجل ليست امينه ولا يعتد بها، يعني ما تقوليش مثلا ايه كلمتين عن اي دوله هتلاقيهم، عايز تغوص اكتر مش هتلاقيهم. لازم تروح تدور على مراجع على كتب على حاجات ممسوكه. الكتاب وان كان فقد في هذا الزمان قيمته، لكن كل شويه بيترسخ ان اللي قرا كتب هو اللي باقي في ذهنه المعلومه اللي هو المفروض. ان احنا عايشين ومعاصرين دلوقتي لزمن فيه ثوره معلوماتيه بالمعنى الحرفي. صحيح. يعني برضه المفترض ان ده ينتج عنه ثقافه اكتر ووعي اكتر وادراك اكتر وسهوله في البحث، تدوس الزرار حضرتك تقدر توصل للمعلومه اللي انت عايزها. ومع هذا انا شخصيا مش لامس ده قوي، يعني انا شايف زمان مرحله ما قبل الانترنت كان افضل، حتى في الدراسه كنا الواحد عشان يوصل لمعلومه معينه لازم يقضي نص اليوم في المكتبه. صحيح. يطلع مراجع ويقارن وما الى ذلك. دلوقتي برغم توفر المعلومات لكن ما حدش بيحصل عليها، مش عارف ليه. كان في دكتور اسمه نصار عبد الله استاذ فلسفه في جامعه سوهاج، يعني انا واحد من تلاميذه. فكان اول محاضره لينا ولسه بنتعرف على فكره، شاعر كبير وبيكتب في الصحف المصريه ومعروف، السعيد مليان مواهب. قال جملة لا تزال ترن في أذني،
بصوا انا لا هعمل كتب ولا هعمل مذكرات، خلاص. طيب انا محاضرتي بقولها، سيادتك تكتب ورايا ما تكتبش ورايا، دي قصتك. أوكي. تاخد مني عناوين وتروح المكتبه تبحث في الامر. في الامتحان لو كتبت لي اللي انا قلته ببقي معاك فقط صفر. أوكي. لو كتبت لي اي حاجه انا ما قلتهاش وانت مستقيها من كتب بتاع، حتى لو مش ماشيه في الاطار 100% هديك امتياز. ايه رايك؟ فكله قال ايه؟ الله اكبر. الاستاذ الوحيد اللي عمل معانا هذا الامر اللي حضرتك بتقوله. كنا زمان بنروح المكتبه فعلا، يعني انا ابن الصعيد، فايه التسليه بتاعتنا في فتره اجازه الصيف غير اللعب واللي مش عارف ايه؟ طب خلص اللعب، لكن بقيه اليوم فكنا بنروح حضرتك قصر الثقافه نستعير كتب، واللي عنده مقدره بيشتري كتب ونتبادل هذه الكتب قصص. فين الايام الحلوه دي؟ فين الكلام اللي الجامد ده؟ للاسف الشديد هي اللي كونت. انا حتى مستشعر صعوبه شديده جدا لو انا مكان حضرتك، بالذات في ملف المراكز، مراكز الشباب بصفه خاصه، النقطه اللي اتكلمت فيها نهاوند نقطه بمنتهى الاهميه الحقيقه. مراكز الشباب دي حتى وصلنا في مرحله من المراحل اللي بيتم التندر عليها سينمائيا من خلال افلام كوميديه. طبعا. وبقينا نشوف مشاهد لمركز شباب اقرب لمركز شباب الشيش. فالملف ده شائك جدا. لا بس على فكره بفضل الله يعني. لا دلوقتي حصلت طفره غير عاديه، بدات مع المهندس خالد عزيز واكتملت مع الدكتور اشرف صبحي حق ربنا. التطوير بتاع الملاعب بتاع المنشات، ما هو اللقطه اللي حضرتك تقصدها. طبعا. دي كانت لما شاف كان في ماعز وغنم لانه مفيش ملعب. لا دلوقتي الملاعب معموله، هو مش مبرر اللي عشان ما فيش ملعب يعني. لا معلش انا بتكلم، ما هو ده بيؤدي التساهل والتساهل. فهو دلوقتي لا، مراكز الشباب على اعلى مستوى من حيث الانشاءات، فاصبحوا في مكتبات وفي حاسب الي في كل مركز شباب، فدي ادت. وبعدين بيني وبينك نسبه التعليم زادت قوي ما شاء الله. مفيش قريه ما فيهاش طلبه كتير في جامعات ومتنوعين الثقافات، يعني من طب وهندسه و في كل المجالات. فبتلاقي في حصل نوع من انواع التنافس. في ناس واخده التواصل الاجتماعي بالجانب الايجابي بتاعه، في ناس وبيبحثوا ويكملوا كده. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا لسه عاملين مسابقه بمناسبه 30 يونيو سميناها في حب مصر، وعملنا الجوائز من 1 لـ7 على اساس عدد سنوات من 2013 ل 2020. بتفاجئ بحاجات، ابداع 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 بكل ما في الكلمه من معنى، يعني ايه يكتب مكاني في الاهرام؟ حاجه ما شاء الله. او فوتوكوبي، نسبه كبيره فوتوكوبي، ياخد المقال من السوشيال من على الجوجل وروح لازقه لك على الورقه بس بيغير كريم كوجاك. اوكي شكرا. طب يا اخي حط غير، طب طلع بدل. اللي هو دي مواقع بتعمل اللي حضرتك بتتكلم عليه، الخبر بنص بالغلط اللي فيه في بعض الاحيان. طبعا طبعا. ففوجئنا بده، فعملنا حركه حتى هم يعني زعلوا مننا. كنا عاملين الجائزه 10,000 جنيه المركز الاول، لا مجلس الامناء عندنا قال لا انا مش هساعده ما دام المستوى ما وصلش لده، يبقى هننزل تبدا الجائزه الماليه من المركز الثالث اللي هي 6,000 جنيه. بس عملنا حاجه جميله ثانيه برضو، اديتنا الاحساس اللي حضرتك بتسالي عليه بتاع مراكز الشباب. قلنا له المسابقه كان اسمها ايام خالدات في تاريخ مصر، قول لي اليوم الخالد اللي انت شايفه احسن يوم في تاريخ مصر. فالشباب ابتدى يكلمنا في حاجات ما كناش نتخيل انه هيروح لها، حديثه وقديمه، عن الجيش المصري، عن الحروب المصريه، الانتصارات المصريه، عن الابطال المصريين، عن الايام اللي هي بقيت بناخدها اجازات. يعني في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش يعني 23 ديسمبر ده بناخده ليه اجازه، 26 يوليو اللي فات ده ايه ما هي حكايته. القصص دي كانت ورتنا ان الشباب زي ما حضرتك تفضلتي ممتازين. حاجه تانية بقى هتعجبك قوي، دور الفن في تعزيز الانتماء الوطني. ايه الفيلم او المسلسل او الاغنيه اللي حضرتك لما بتسمعها بيحصل لك انتعاش وحب للوطن وعندك استعداد لو قالوا لك رايحين حرب هتروح جاهز؟ الفتره الاخيره يمكن شهدت النوع ده في الدراما بالزبط. كمان مسلسل الاختيار عمل بس فيلم الممر. انا كنت متخيل ان كله هيجي على الممر والاختيار، لا جه من اول الرصاصه لا تزال في جيبي وانت جاي. كل واحد كتب عن الفيلم اللي مأثر فيه، وطبعا كان الغرض هم 300 كلمه بس. بقول لك ايه بقى، اكتب لي ايه اللي عجبك، السياق الدرامي بتاع الفيلم كان ماشي ازاي، عشان ما تحكيليش كلمتين وخلاص، لازم احس ان انت فعلا اتفرجت. النقطتين دول ايام خالدات ودور الفن حسسوني ان لا لسه. على فكره كلمه 100 مليون و104 هم 104 مليون دي 100 في الداخل و4 تقريبا في الخارج، هتلاقي فيهم حضرتك جواهر طبعا. جواهر طبعا.
بس محتاجه حد يعمل ينفض التراب. احنا املنا بقى في حضرتك برضو ايه اداه من الادب. ما هي ايد واحده ما تسافش بس يعني عده ادوات نقدر. حضرتك نورتنا وشرفتنا والحديث معاك شيق وممتع ويدعو للتفاؤل كمان، مش مجرد استمتعنا، احنا تفائلنا بكلامنا مع حضرتك. انا في ختام كلامي هقول حاجه تخص برنامجكم. انا سعيد جدا انه هذا البرنامج يتطرق لامور ليست يعني تغوص في كره القدم و انتوا بتقدموا وجبه جديده لمشاهد بينتظرها خصوصا 10 الصبح، دي حاجه جميله يعني. فعايز جرعه امل، جرعه تفاؤل، جرعه ثقافه، جرعه معرفه. هي كنت هي سعيد هي من اول حلقه يعني بالدكتور. مجمعه او يعني هي زي ما حضرتك بتقول كده وجبه متكامله يعني رياضه ثقافه فن ابداع مجتمع بالزبط. ده محتاجينه ونفتقر اليه في الاعلام المصري. فربنا يوفقكم. شكرك شهاده نعتز بيها استاذ اشرف. شكرا لحضرتك. وحضرتك بالف صحه وسلامه. هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.